ونتحدى فيها الناس يعني، لا تطلع حاجة قوية أوي. هنحط هنا حتة زبدة بعد ما فصصنا طبعا العجوة من النوى بتاع البلح. عملنا دلوقتي زبدة، وبعدين هنحط شوية زيت خفيف بعد كده. العجوة اهي، تمام. احنا الموضوع بسيط قوي، بس اعتقد يعني هتلاقي نجاح ساحق يعني. محمد تمام. طيب دلوقتي هتسخن معانا البيض اهو. في طريقتين بيض ممكن نعمله على طول عليها، او ممكن ان احنا ايه نعمله بره في طبق كده. نخلي الطريقة الكلاسيك كده، وبعدين الزيت نعمل مع السمنة ميكس كويس، فما نستناش قوي عليها عشان غالبا السمنة بتتحرق بسرعة. مش عايزين نستنى على الحاجة هنا قوي. هنحط العجوة اهي، طبعا اتفصصت وتشال الروس بتاعت اللي هي البلح الصغير. للأسف يا جماعة التصوير مفيش فيه ريحة. ريحة العجوة صراحة عنيفة جدا جدا جدا. أنا شايف دي من أقوى الأكلات يا محمد، من أقوى الأكلات اللي ممكن إحنا ممكن نعملها. فيها كمية طاقة غير طبيعية على فكرة يا محمد. فيها كمية طاقة جبارة بصراحة. أنا برضو هنا إيه في تريكة كده صغيرة أوي، إن أنا بحب معرفش ليه العجوة دايما كانت مرتبطة معايا برمضان والسحور. يعني كان ذكريات بقى. احنا بنحاول بقى نرجع الذكريات بتاعت مصر كلها هنا، لان احنا ما عندناش اي ذكريات بصراحة في البلد دي، غير ان احنا نعمل اكلة ليها ذكريات معانا. بس تأكيدا على كلامك العجوة ريحتها ممتازة قوية جدا. طبعا قبل ما تتحرق بقى، دي اهم حاجة، نلحق نحط ايه البيض عليها. للأسف بتاع البوتاجاز بتاعنا حساس جدا، معلش بيقفل في ثانية. ممكن نشغل تمام. هي الأكلة سريعة جدا، سريعة الطلقات يعني. هي طبعا ما بتحطش على اي حاجه، بس ممكن نحط عليها فكره برضو، شويه
شويه بهارات بس هي غالبا غالبا ما بتحتاجش اي حاجه معاها لان هي اصلا حاجه سويتي يعني مسكره. ممكن يتحط عليها سنه ملح لو حاسين ان هي مسكره بزياده قوي عشان تعادل يعني. يعني احنا almost done يعني. تمام كده وبالهناء والشفاء.